اخواتي خواتاتي، حبيت نقسم معكم واحد. السلام عليكم. على وبركاته اخواتي خواتاتي، مي فريري مي سور، حبيت ندير معكم ان بوتي بلا فريمون ا ما مانيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على بركه الله. بسم الله، صلي على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وجماعه. خياتي، عندي لحم تاع كوتليت، وعندي زوج بصلات وتومات، عندي ثلاثه بصلات، ثلاثه بطاطا، عندي معدنوس، عندي ندير بالكانيل راس الحانوت، ندير القرفه، يعني هي لا كانيل، القرفه، فلفل الكحل، لي بيستاجين، عندي وسي كرك حنقولك ايه كركم، وعندي كومون ديراج لو جونجومبر، فوالا لي زيبيس اللي حندير، يعني ملقى بيضة مصح مجمرة، فهمتوني. عندي ثلاث بطاطا مع الاخر رمي ونقطعهم على طول، بطاطا مع المعدنوس، حنق يعني نرحي دوك البطاطا نرحي البصلات. هذوك هو المصوات نتاع اللحم تاع كوتليت خياتي. هذا اعتراقتي نديرها انا، ما فنديرها نطيبها هكذا. هذه هي خياتي خواتاتي، ان شاء الله تعجبكم هاد يعني الوصفه هذه، خدت على طريقتي. عندي يعني التومات، عندي تحبات سنه تاع الثوم، تحبات بطاطا، زوج حبات بصله، حاصل نرحيهم، نرحي البصلات والثومه كما قلت لكم. هاو اللحم تاعو مشحر شويه، اللحم ما ديروش بزاف يعني ما ديروش بزاف زيت، عندي شويه اللحم شويه مشحر تاع العقيقه تاع الكرا. وليدي خياتي، يعني رحت البصل هذا كامل مع الثومه والمعدنوس، فوالا خياتي دوك نرميه لداخل الكوكوطا مع اللحم كما نقولوا الحميصه. وعندي واجو بلي وجي نجمه هذيك تاع تير، يعني ندير نجمه نجمة تاع طلاب كما يقولوا، نجمة لا حول ولا قوة، تاع ما كاين نساء وسامحوني خياتي. فوالا نرمي حبة تاع نجمة، واش حنقول لكم، درت هذاك البصل المرحي مع 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 المعدنوس هكا خياتي، وسمحوا لي على كان نغلط وننسى حوايج، ما تلومونيش، هذه هي الدنيا، ماك واحد يغلط غير ربي ما يغلطش. ففي الكحل اللي انا ندير فيه في الكحل، وندير الكركم، كانيل سيتو لا كانيل، باش يجي مجمر، ويعني لا كولور ان بو ماغوس، يجي محمر، اللحم يتحمر لي. وندي عندي الجوز، الجوز نديرو يطيب معاه روسي، فهمتوني. الجوز فوالا، عندي فوالا الاخر الايبيس نتاع طاجين الملح على حسب الذوق، ان شاء الله راكم توافقوني كامل. عندي تو لي زيبيس، وتمكسرتو لا كانيل، جنجامبر، اي كوموند وجي خننسا. بسم الله، وسامحوني خياتي خاطر كان مقدرش نوجد نحط كل شيء، عندي حوايج دوزاني، يعني عندي تو مي زافير سون دو الكارطون، يعني عندي دي ميناجمون حنرحل، الوغ سامحوني، عندي ان بو ديزودر في الكوزينة في باغتو تفاصون دون لي شومبغ تو، عندي دي زافير دون الكارطون، جو في ديميناجي، جاتون اون اتون، ان شاء الله خياتي بربح علينا وعليكم، ان شاء الله، ان شاء الله واحد يفرج عليها ربي. يبدل العتبه، وان شاء الله العتبه مربوحه على كل مؤمن مؤمنين مسلمين الجميع، ان شاء الله ربي يسعدنا كامل. يعني انا على جال برك البالكون، ما ضراني فيها مليحه ما شاء الله، ما عندي ما نقول، مي نحب نرتاح شويه، يكون عندي ان بو بالكون، يعني شويه يعني نخرج فيه نضربني الهواء. هذا الدار ما فيهاش لي بالكون، جي ان بوتي بالكون.
تلمو عندي البروبليم دو دونغواس يعني ارتياب. Alors, j'habite un peu le balcon. Parce que moi, les maisons où j'habitais, j'ai des grands balcons avec des terrasses. Malheureusement, le dar m'a fait hache, mais j'ai resté presque 8 ans. Mais je ne peux pas rester trop longtemps parce qu'il faut qu'un balcon. Parce que j'étouffe. Donc, quand même, je suis à la sortie. هذا على البلان اللي نديرو ما في نديرو انايا هذا على طريقتي راني ندير في الكركم ياك هكذا فوالا الكركم لا كانيل و كما قلت لكم راس الحانوت سيرتو لا كانيل وعندي نجمات الطين تعرفوها هذه تنتحب وعندي ام تي تي بيس نتاع سامحوني كاين حاجه هنايا انا غلطت فيها سامحوني بالبزاف باسكو طولت لي لا فيديو ربي ان شاء الله يوفقوني باك ما تنساونيش خياتي عذروني صيفي خياتي هاي الطيب يا البنات شوف كيفاش تجمرت والحالة مليحة خياتي خواتاتي ما شاء الله ماكلة تاعي والله نطيب مليح مي الله غالب الوقت وصحة ومشي كيما زمان هكذا خياتي ها خياتي انا ما تشوفوش مليح خياتي شفتوها ولك البلا تاعي على ما مانيير خياتي الحم يعني ما حكيش قول محمر معسل والحمد لله خرجتني ما شاء الله شفتوا هذاك النجمه هذيك هي النجمه هذيك هي النجمه تاع الطين شوف خير خياتي طيب محمر ومجمر هذاك الحيمه والله بنين كالزبده وشوف معسل خياتي حقكم في الجنه ربي يوفقكم خليتكم على رايت الله وحفظه يا ربي يعني اللي ما عندوش ربي يرزقه خياتي خواتاتي ربي يفرحكم كاملين علينا المؤمنين الجميع خليتكم على رايت الله وحفظه هاوليك خياتي مجمر كامل بنين حقكم خياتي في الجنة هاوليك هذا حق اللحم تاع العقيقة تاع بسم الله على بركة الله بسم الله على بركة الله اللهم صل على نبينا وعلى أهلنا محمد يا رب صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ديروا الواجب أجمعين إن شاء الله سلام يعني واحد يعاون خوه وربي يبارك لنا إن شاء الله في ربحنا في صحتنا في هنتنا ان شاء الله والله يشفي مرضانا ويشفي كاع المؤمنين المسلمين الجميع حقكم كاملين في الجنه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته